السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مازلنا مع سلسله الحلويات العيد اللي ان شاء الله باذن الله غنديروا حلوه سهله التحضير بمقادير قليله، وعطينا كميه لاباس بها. والحاجه المليحه فيها انك غير 10 كوكاو وتحمر وجهك قدام وليداتك. نروحوا بسم الله للمقادير وطريقه التحضير. شنو نحتاجوا في هذه الحلوه؟ نحتاجوا 125 غرام تاع زبده طريه تكون درجه حراره الغرفه، انا خدمت بزبده الصهور. نحتاجوا قلت مغارف كبار تاع سكر ناعم، ونحتاجوا جوج حبات بيض كاملين، ونحتاجوا كذلك نصف كاس تاع زيت، ونحتاجوا نصف كاس تاع حبات الترك اللي هي الشبيه. هنا اذا كان عندكم الكوكاو كميه بزاف تقدر تزيدوا تضيفي لها كميه من الكوكاو اللي يكون محمص وملحي. ونحتاجوا كذلك الفاينه، ونحتاجوا نصف كيس خميره كيميائيه. نروحوا بسم الله طريقه التحضير. اول حاجه نضيفوا السكر ناعم، هنا قللنا الكميه كما تعرفوا باللي انا حاولت نترك حلوه بزاف، على بها قللنا الكميه تاع السكر. خلطوا مليح جميع المقادير جيدا، الزبده مع السكر تاعنا حتى يندمجوا مليح، تولينا بوماطه. نضيفوا لها حبات تاع البيض تاعنا، نضيفوا البيض تاعنا جوج حبات بيض يكونوا كاملين. نخلطوا مليح ونزيدوا الزيت، ونخلطوا حتى يندمجونا المقادير جيدا. هذه الكميه هذا الصابلي يعطينا كميه لاباس بها، خصوصا الاخوات اللي يبغوا يخدموا المشاريع وتبغى تخدمي غير دارك وما عندكش كميه كبيره وما تبغاش الشوكولا، هذه تخرج لك كميه لاباس بها. نخلطوا مليح، ولازم عليكم دائما نقولها ونعاودها، الصابلي اللي يكون فيه الزيت لازم عليكم تخلطوا مليح المقادير باش الزيت ما يخرج لكمش في العجينه. انا كما لاحظتوا اني ما درت لا لافاني لا اغوم لا والو، غنديروا حلوه تركيه شاميه هي اصلا فيها نكهه. خلطوا مليح، نخلط جيدا ونولي معاكم. هنا بعد ما خلطوا المقادير جيدا نضيفوا لها حلوه تركيه شاميه، هذا صغير نصف كاس. انت اللي باغي تضاعف المقادير تزيدي كميه دبر راسك، تكون عندك لي كثير. ذوبوها مليح، من الاحسن هذه الكيفيه تخدموها بالباتور ولا بالفوي، بصح انا نظر الاخوات اللي قالوا لي تخدمي بيدك كنخدم بيدي. ها وتوجو غادي موعد فلافيس توجو يهضر. نخدمها مليح، نحاول انا ديك الحوطه كندوبوها جيدا هكا، ودروك نلمو الخيط تاعنا بالطحين اللي هي فالينا اللي بطبيعة الحال يكون مغربتها، ونزيد لها شوية تاع حمية الحلويات حوالي نصف باكي. ونلمو العجينة تاعنا حتى تحصلوا على عجينة تكون قوية. دائما نقولكم العجين تاعكم نمو غير بالاطراف تاع الاصابع، انا نلم العجينه حتى تحصل العجينه تكون طريه ونولي معاك. هذه هي العجينه تاعي تحصلنا عليها، وكنحلوها عادي بالحلال كيما تلاحظوا حبيبات تاع الشاميه هكا هي طيح البنه. حلوها ما تكون رقيقه بزاف ما تكون خشينه بزاف، نطبعوها عادي بالطابع نتوما الطابعه اللي تبغوه. انا اخترت الشكل مثلث بالاستعانه بالطحين، ولا بغيتي ديري بالكيس بلاستيكي ديري نطبعها عادي. انا هذا هو الطابع اللي غنخدم به، طابع مثلث من هذا الشكل. بسم الله، في نفس الوقت تكون دايره الفرن تاعي سخن درجه حراره 180، وندخل الصابلي تاعنا يطيبو. كوها تعرف طريقه الطهي تاع الصابلي تاعها، ونخلوهم يبردوا تماما عاد كينا نروحوا لمرحله التزيين. نطبعهم كامل ونوريكم السم تاع العجينه، ما تكون رقيقه بزاف ما تكون غليظه، هذا هو السم تاعها المثالي. انا غادي نكمل كامل الحبات نديرهم في بلا ندخلهم يطيبوا ونولي معاكم. هنا بعد ما درت الكاطو تاعي يطيب وطاب تماما، روحنا للكاطو الكوكاو عفوا اللي غادي نحتاجوه. لتكريب كوكاو حوالي 10 فقط، هنا من الافضل من الافضل انكم تشوفوا كوكاو اللي يكون بخشورو باش يجيكم الكاطو يجيكم شباب ويجيكم المنظر تاعه شباب. انا جبت الكوكاو الابيض حمصته عادي في الكوشه كما تلاحظوا، دوك نطحنوه بعد نولو مع بعض نخدمو الكاطو تاعنا.
هنا بعد ما طحنا الكميه تاع الكوكاو تاعنا كيف تلاحظوا، شوفوا اللون تاعها كي جا شبير بيان طوغي. ماذا بيكم قلت لكم بقشوره باش يجيكم شبير. وهنا اش نحتاجوا؟ عندي كميه من المعجون ودرت معها كميه من حبه الترك. الترك انا حبه الترك قلت لكم اختياريه، خلطوا جيدا، نحاولوا ان نذوبوا هذيك حبه الترك مليح في الخيط تاعنا بهذا الشكل. شوفوا اللون اللي تحصلوا عليه هذه الطريقه، نذوبوها مليح ونولي معاكم. هنا بعد ما خلطنا الخيط حلو الترك والمعجون جيدا وجبنا ثاني الكوكاو تاعنا، هادو هما لي صابلي تاعنا بعد ما طابوا كما كتلاحظوا اللون تاعهم بيان دوغي شباب. هنايا لازم عليكم بالنسبه للاخوات اللي سقسوا عليا الكميه اش قطعت لي، هذه الكميه درتها لكم قطعت لي اكثر من 30 حبه، مليحه بزاف الاخوات اللي يبغوا يديروا كوانتيتي كبيره، والاخوات اللي يبغوا يديروا في اقتصاد كما تعرفوا الله غالب يحسن لهم ديروا كميه لاباس بها من المعجون ونلصقوا حبه بحبه بهذا الشكل، ونزيدوا نطلوها مليح من الفوق كامل الحبه تاعنا نطلوها جيدا هكا طحناها مليح. هي من الاحسن انك تلصقي حبه مع حبه، خليها تشد روحها مليح عاد كندير بهذه الطريقه. بعد ما طليناها جيدا كيف تلاحظوا رمدوا حبه تاع الصابلي تاعنا بهذا الشكل في الكوكاو اللي يكون محمص. وهنا هذا هو الصابلي تاعنا، انا بعد ما نزيد حتى زين خفيف فقط بالعجينه السكر ويكون الصابلي تاعنا واجد. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات ونشوفو نقولو مع بعض ونشوفو الحلوه تاعنا في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاع نهار اليوم، هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا تاع نهار اليوم. هنا بعد ما درت لها التزيين خفيف فقط، هنايا كانت عندي شويه عجينه السكر لونتها بالكاكاو عادي، درتها في ليمون على شكل ورده، درتها بهذا التزيين. هنا انا بغيت شفتوها مباشره تلصق لكم، ديروا غير كميه قليله فقط من الشوكولا ولصقوا الورده تاعكم. غادي نقسم لكم الحبه من الوسط باش تشوفوا الوصفه تاعنا كي جات دايره وتشوفوا المصداقيه تاع الحلوه تاعنا. نقسمها معكم انا ديك الورده طارت معليش. شوفوا صدقوني هذه الحلوه كل ما تقعد كل ما تعطيك نتيجه شابه، كل ما تعطيك تتشرب هذيك ديك الشوكولا عفوا تتشرب هذيك حلوه التركوكا وتجيكم بنينه. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله عجبتكم، نتمنى ان شاء الله نقول لكم ما تنسونيش بلي جيم لي كومونتير وتبارطاجو مع الاحباء لتعمل فائده للجميع. دونك ما نقول لكم سلام.